اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي منصات التواصل لشاشه الرشيد الفضائيه على مواقع التواصل الاجتماعي. نتواجد الان في حدائق ابي نواس لتغطيه احداث فعاليات انا عراقي انا اقرا بنسخته التاسعه وبحضور جماهيري للنخب الاكاديميه والمثقفين وعامه الناس. هذا الحدث والماراثون الكبير يضم مائده كبيره تحتوي على 75,000 كتاب توزع بالمجان فقط في بغداد، 35,000 كتاب وباقي العدد في المحافظات العراقيه. الاجواء داخل الساحه وداخل حدائق ابي نواس مختلفه بفعاليات كثيره لا تقتصر فقط على الكتب، بل هنالك معارض للرسم الحر وايضا استعراض المواهب الشبابيه. سناخذكم بعد قليل في تغطيه مستمره ومتواصله، ابقوا معنا.